الجديد ديالي هو الاغنيه دونجي اللي كان متوزع ديال حميد الفنان الكبير حميد بوشنق من كلمات والحان يونس ادم والحان انا والفنان الكبير حميد بوشنق وكان تم التسجيل ديالها في مراكش في استوديو انسي حميد وكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديال الجمهور. التعامل ديالي هي الفكره كانت ديال سمو في اسماعيل مانجر اللي كنوجه ليه تحيه هذا المنبر هذا كنت تلقيت انا وياه جان ديال مراكش تلقينا المهم تعطتنا الفكره ديال انا وياه الفكره ديال دونجي ما تعطلناش سرعنا شويه وهضرنا مع السي حميد بوشناق وكان اتفاقيه وعجبته الفكره وتكلنا على الله. وهو مثل الفنان الكبير حميد بوشناق كاين هو وكاين فنانين كبار واللي كنستافدوا منهم حنايا كنستافدوا من اول الاحترام وكنستافدوا منهم كيفاش كتجاوب مع الفن ديالك انت كيفاش كتخدمه وكيفاش كتعامل مع الجمهور ديالك. شاركنا في برامج دوزنا لي جونطال اللي داز في المغرب شاركت في القناه الثانيه دوزيم شاركت في لي راديو شاركنا في سهرات مهرجانات كاين عده انا البدايه ديالي كنت كنغني الراي وكنغني الشعبي انا من الناس اللي كانوا كيتصنتوا للناس اللي كيحبوا المرحوم حسني وخالد وكاين الفنانين اللي كنا كنصنتوا ليهم وكنا كنغنيو مثل محمد راي اخوان بوشناق كاين الفنانين اللي استفدنا منهم وكنا كنتعلموا منهم كيفاش نأديو الدور ديال الاغنيه مازال كنغني الشعبي ومازال كنغني الراي واي حاجه الا كان في الاستطاعه ديالنا اننا نديروها نغنيوها ما كاينش مشكل. وي هو اللي كاين دابا بزاف كاع كاين الجمهور هو الراي كتكون كلمه مزيانه اللي ما كتكونش كتختش الحياة يسمعها عائلات ديالنا المغربيه سواء والدينا سواء العائلات كتكون اغنيه مزيانه كلمات زوينين كيكون موسيقى مزيانه وعلاش لا. وفي بدايه الراي كنت كنصنت الحسني كنصنت الخالد كنصنتو الفنانين اللي دازو قبل بالنسبه للشعبي كاين سي عبد العزيز الثالثي عبد الله صديقنا عبد الله الداودي اللي خونا باقي خونا سعيد صناجي خونا الداوديه المرضي يعني قال الاخوان هادو تقريبا طرعرات معاهم. عاود نرجع نغني الشعبي ونغني العيطه ونغني الراي واي حاجه نقدر انا نغنيها نديرها ما عنديش مشكل. هي ماشي كصوت دوز باش دير باش زعما باش تخدم صوتك هي اولا كلقمه عيش. كل انسان اللي مثلا كاين فنان اللي كيدير اغاني كيدير البومات اللي ما كيعطوش ماشي ما كيعطوش ما كيتاحوش له فرص انه يخدموا. الحمد لله في المغرب عندنا كاين فنانين كثار اللي باش توصلوا النوبه ديالو مثلا باش يخدم في فيستيفال ولا يخدم في سهره ولا يخدم في حفل ولا يخدم في هذيك كيقول اللهم نخدم في مالها ليلي باش نصور لقمه عيش. كاين الله يحسن العوان اللي مزوج عنده وليداته ضروري خصو حيت ما عندوش شي بلاصه اللي غادي يمشي لها وما عندوش شي مدخول اخر الا اللي الحمد لله ربي مزك عليه ما كاين لا شي. كيفاش ندير معاك وانت دونجي حالف نبقى موراك جامي شونجي كيفاش ندير معاك وانت دونجي حالف نبقى موراك جامي شونجي او هلللللل او هو دونجي دونجي قلبي باغي شونجي دونجي دونجي قلبي باغي شونجي